نكمل مع بعض في سلسلتنا التطور ليس علم حقيقي، وبنكمل في ملخص القسم السادس التطور الكبير، وحناخد جزء 63 كمالة فرضية تطور النباتات. المرحلة التالية اللي بيدعوها هو تكوين الزهور، بما فيها من أعضاء تناسلية معقدة والطلع والمتاع وكل التغيرات دي كلها. كان مؤيد التطور بيقول الزهور دي ظهرت من فين؟ ده زمان. هو تطور من معرات البذور لأنهم فعلا متشابهين في الشكل الخارجي، بل كانوا ده اكشولي بيستخدموه كدليل قوي جدا على التطور. لكن الكارثة لما حب يثبتوا الكلام ده بالتحليل الجيني، هو اكشولي أثبت الخطأ، وده اللي ذكرته العديد من المراجع، ان جينات نفت هذا الادعاء ده تماما، واحد منها كمثال قدام حضراتكم على الشاشة. فين جد الزهور يا ترى؟ فاضطروا طبعا لما ده اتضرب تماما اللي كانوا بيعتبروه دليل قوي، ان يقولوا انه الزهور قد تكون تطورت وتحورت من بعض الاوراق، طفرات غيرت الاوراق خلتها زهور. طبعا بالنسبه للانسان اللي غير دارس ممكن يعني يعدي الموضوع ده، لكن اللي دقق في الموضوع ده يعرف ان الكلام ده خيال، ده مش علم. للفرق الضخم ما بين الزهور واوراق الشجر، ازاي يتحور ورقه فتصبح عضو تناسلي في الشجرة طلع أو مطاع، بما يحتوي على جينات أجنة النبات إزاي؟ بل اللي دقق في الموضوع ده، طب أثناء التحور ده النبات كان فين؟ زي ما احنا عارفين أن الزهور دي وصفتها الأساسية هي التكاثر بكل التفاصيل الدقيقة اللي فيها من روعة التصميم. نفس الأسئلة السابقة أكرر أغلبها، طب فين المراحل الوسيطة؟ ملهاش وجود. طب كيف نجا النبات أثناء المراحل الغير مكتملة؟ هو دي لسه ورق، نصها ورق نصها في طريقها هتبقى ظاهرة، لكن ما اكتملتش وما فيهاش جنين ولا غيره، نجا ازاي؟ ده بلا يتكاثر أصلا، يعني معناه بيندثر. ده أي خطأ في أسلوب التكاثر، النبات ميت واندثر تماما، والمندثر مش هيتطور في شيء. ازاي أضاف الجينات ملهاش وجود سابق عشان تنتج هذه الزهور الرائعة؟ بل هي ازاي أصلا عرفت إن هي عايزة تختار ده من الزهور قبل ما تنتجها؟ بالفعل علماء البوتاني يقرروا انه الاشجار القديمه هي اكشولي في الحقيقه هي الدليل على فشل نظريه التطور، بمعنى ان وجود اشجار حاليه تطابق شكل الحفريات القديمه في الاشجار في كل شيء زي الجينكو وغيرها كتير قوي، ده يقدم دليل على فشل التطور انه عرف يقدم مثال واحد. فوجود اشجار حيه تشبه الحفريات القديمه اللي من مئات الملايين من السنين حسب ما بيدعوا، هو ده دليل على ثبات الأجناس وعلى خطأ التطور. أيضا في نقطة بيثيروها وبيستشهدوا بها كدليل على التطور، وهو موضوع الجينات المضاعفة، ونرد عليها مع بعض. يوجد حالة جينية في النباتات ما بتحصلش كتير، وهو أكشولي بيعتبر عيب مش صح، وهو تضاعف الكروموزومات البوليبلويد. البعض بيستخدمها كدليل على التطور، بيقولوا بص النبات ضاعف من كروموزوماته يعني اتطور. لكن الحقيقة هو سببها ايه؟ سببها بيكون عيوب زي أشعة أو كيماويات خاصة الكولشيسين، وغالبا بسبب تدخل البشر، فبيحدث خلل لا ينقسم أزواج الكروموزومات، وبالتالي بالاندماج يتضاعف، فبدل ما يكون 2N و2N وبالانقسام الميوزي يصبح 1N عشان يتحدوا مرة تانية يبقوا 2N، هو يستمر 2N، فلما يتحدوا يبقوا 4N، فيصبح أكتر من زوج من نفس الكروموزوم بالظبط موجود في الخلية. ينتج ده غالبا نتيجته قد يكبر النبات شوية صغيرة، أو الثمرة بتاعته تكبر شوية صغيرة، والمثال المعروف جدا الفراولة، اللي النبات هو لكن كل الموضوع الثمرة بتاعته بأكبر شوية. في كل أحوال التضاعف نجد اختلافات بسيطة، يا إما في اللون أو كبر الحجم البسيط أو غيره، لكن هو نفس الجنس. ففي كل الأحوال الفراولة تطورت لإيه؟ فراولة، ما تغيرتش، استمر الكستناء ما تحولش الجنس آخر. ده مش تطور، ده حتى مش تنوع بطريقة فريدة، ده عيب أثناء انقسام الخلية، فبتبقى معيوبة فيحصل فيها هذا الأمر. لم يضاف إليها جين واحد ليس له وجود سابق، لكن هو جينات في نفس الكروموزومات أصبحت نسختين بدل نسخة واحدة، ده ليس تطور على الإطلاق. فهو ليس بدليل على التطور في شيء، لأن التطور يفترض اكتساب جينات جديدة ليس لها وجود سابق، تضيف أجهزة وأعضاء جديدة ليس لها وجود سابق، ليصبح جنس مختلف تماما. أيضا أمر آخر في موضوع النباتات، وفين الجد اللي احنا مش عارفينه اللي اتكلمت عنه قبل كده. يوجد كائن حي عديد الخلايا معقد، ولقيوا ان هو يجمع ما بين الصفات النباتات
أو المملكة النباتية والحيوانية مع بعض، وهو البروسيفورز. الكائن ده اللي قدام حضراتكم طبعا محدش يقدر يقول عليه ده الجد المشترك للمملكتين، لأنه مش وحيد الخلية، لكن ده عديد الخلايا وواضح وكائن مميز بكل الأعضاء اللي فيه. وطبعا يوجد مشاكل كتير قوي في ادعاء تطور النباتات أو تثبت خطأ ادعاء تطور النباتات. أمر آخر في تطور النباتات أنه لم تسجل حالة واحدة وسيطة في النباتات. القمح من ساعة ما عندنا القمح في حفرياته القديمة هو قمح، لا لي مرحلة وسيطة في تطوره عشان يوصل قمح، ولم يتغير في شيء. فهل هو تطور فجأة وظهر فجأة القمح؟ طب جه من فين؟ طب ليه انتخبته الطبيعة أو الانتخاب الطبيعي ضد جدوده اللي ملهمش وجود وأصلا مش محتاجين ينتجوا بذور القمح دي كلها؟ الذرة نفس الأمر، ده ينطبق كتير على النباتات المميزة. كل النباتات المميزة اللي قدام حضراتكم ملهاش كلها على واحدة حلقة وسيطة أو تدرج أو تطور تدريجي. إزاي يظهر نبات جديد مميز زي المانجو بشكله المميز، الموز وغيره؟ كل واحد فيهم ليه الجينات بتاعته المميزة، لا يوجد أي تدرج في التطور. ده لا يفسر بالتطور بل يثبت خطأه، لكن اللي يفسره الخلق والتصميم اللي صمم هذه الأجناس بهذا الشكل الدقيق والعلم اللي أثبت ذلك. فالحقيقة دراسة النباتات والتفكير في ادعاء التطور التدريجي يتضح بسهولة أن النباتات تشهد على التصميم الرائع الذكي، وطالما مصممة يعني يوجد لها مصمم. تكلمت باختصار شديد، لكن عايز تفاصيل الموضوع بالمراجع وشهادات العلماء يقدر يرجع للموضوع التفصيلي في الموقع drghali.com بعنوان التطور الكبير الجزء 38 وكمال فرضية تطور النباتات.